الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قمنا بفضل الله تبارك وتعالى ثم بفضل جهود أهل الفضل والإحسان بتجميع كمية من الطرود لأهلنا الضيوف الوافدين من شمال غزة ومن رفح وخان يونس والنصيرات والمغازي إلى المنطقة الوسطى لتوزيعها عليهم. وهذا التبرع الكريم من الشعب الأندونيسي عامة ومن إخواننا في إذاعة وقناة روجيا، أقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته، وأن يسترهم في الدنيا والآخرة، وأن يبارك لهم في أموالهم وفي أولادهم، وأن يسترهم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. شكرا للشعب الأندونيسي اللي بنساعد الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة، وهو أمس الحاجة الشعب الفلسطيني اللي بنساعد الشعب الأندونيسي.